السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فصفى. حلقتنا النهاردة تهم كل بيت مصري، تهم كل مشاهدينا. ليه؟ لأن حلقتنا النهاردة عن العلم النفسي، علم النفس التغذوي. إيه هو علم النفس التغذوي؟ الاسم العلمي ليه هيلث سايكولوجي. هو تخصص من تخصصات علم النفس الصحة، وهو مجال علمي متعدد التخصصات. ايه هي التخصصات دي وايه هو علم النفس التغذوي؟ ده اللي هنعرفه مع ضيفة حلقتنا اللي مشرفانا النهاردة. ضيفتنا النهاردة هي لايف اند هيلث كوتش واستاذة جامعية، ماجستير في جرين ماركتينج، باحثة في علم النفس التغذوي، ومؤسسة مبادرة خليك بلا سمنة. معنا ومعكم دكتورة اسماء السيد. اهلا بك يا دكتورة. اهلا بيكي، اهلا بيكي، سعيده جدا بوجودي معاكم، سعيده بدعوه القناه ان انا اجي واحضر، سعيده باهتمامكم باختيار الوقت واليوم المناسب ليا والسفر. حقيقي يعني بشكركم جدا. على ايه يا دكتور، تشرفتينا. وطبعا لازم ان احنا نحاول بكل جهدنا ان احنا نحاول ننسق للمشاهد، ونحاول على قد ما نقدر المعلومات اللي هم محتاجينها، وخصوصا في مواضيع علم النفس التغذوي او علم النفس لازم ننسق معاد، ولازم نرتب على قد ما نقدر عشان المشاهد بيتابع قوي قصة العلم، ولازم يكون في تقديم الاجابات عن المعلومات اللي احنا عايزينها من حد متخصص. ففي البداية كده يا دكتور، في ناس عارفة يعني ايه علم النفس، ولكن ايه هو علم النفس التغذوي، وهل بيختلف عن علم النفس المتعارف عليه؟ عايزه حضرتك تعرفينا وتعرفي مشاهدينا. هو في فرق طبعا. علم النفس هو بيتنبأ بالسلوك العادي، وبيدرسه ان هو ازاي نفهم الشخصيات وازاي نتنبأ بسلوكياتها ونعالجها. لكن علم النفس التغذوي كجانب منه، وهو بيهتم بالصحه والسلوك مع بعض. في منهجين ليها، في اللي بيبدأ بتأثير السلوك والنفسية والعلاقات الاجتماعية على التغذية والجسم، وفي اللي بياخد المنهج التاني اللي هو بياخده العكس. الموضوع ده بيختلف على مستوى العالم، يعني مثلا في اليابان بيهتموا بالتغذية ونوعيتها، وان هم يكون في جودة في الغذاء المتوفر، بحيث انه الشخص يكون لما يجي يتعالج بيكون مش قصة ادوية، لا انما تغذية سليمة. فكان المنهج ده اللي ماشيين بيه في اليابان. اما بقى في امريكا كانوا بيهتموا بالنفسية من زمان، وبيعملوا ورش اصلا وتجمعات لتخص السلوكيات وتحسينها، ولكن مؤخرا بدأوا يدمجوا عيادات بتشمل التغذية والصحة مع بعض، لانه لقيوا انه نتائجها كبيره جدا. اما هنا احنا عندنا في مصر، فاحنا دايما شايفين انه النفسيه للاسف معناها انه الشخص بيعاني مثلا من جنون، او عنده مش بكامل قواه العقليه، وبينحرجوا اصلا من الكلمه وبينفوها، وشايفين دايما انه القصه قصه اكل، ولما اي حد يحس باي تعب يقول شوف الدواء الفلاني، لكن انه يشوفوا الجانب النفسي، الجانب السلوكي. دايما الجانب النفسي هنا في مصر واخد مهمل، برغم انه احنا شعب عاطفي، شعب حساس جدا، وتلاقي حتى على مدار كل العصور والمشاكل اللي مرينا بيها بتلاقيهم من الشعوب اللي بتتاثر جدا، ولكن مش بيعترفوا بالجانب ده. طيب نيجي للجزء التغذيه، هل في انظمه صحيه غذائيه موحده؟ المفروض نعمل ايه؟ لا، مفيش انظمه موحده، لانه احنا كشخصيات احنا مختلفين عن بعض. حتى يكونوا اخوات في البيت، صحاب، مختلفين على بعض، مختلفين في الشخصيه، مختلفين في الاراء، حتى في رايهم في الحاجه. مختلفين احنا في كيمياء، في الهرمونات اللي بتأثر في كل جسم، الهرمونات، في الحاجات اللي بتأثر فينا النفسية، انطباعاتنا، مختلفين في كل التفاصيل، فبالتالي حتى استجابتنا للشيء بيختلف. فما ينفعش ان احنا نقول في نظام موحد، لانه حتى مع كتر الأنظمة اللي موجودة في النت ويقول لك السعرات الفلانية، ولو عايز تخسر كده ولو عايز ده كله، والسمنه ما انتهتش. لانه ما ينفعش تعمم نظام. في ناس محتاجه نظام يقوي المناعه،
وده بيساعد ان هي تخس. تخيلي في ناس بتحتاج ان هي تحسن عاداتها اليومية وتهتم بالنوم، بتنظيم اوقاتها، بالحاجة اللي تشربها، وبيساعدها ان هي تبقى صحية. فده كله بيفرق. بنعزز كل شخص في حاجة محتاجها تتعزز عنده هتخليه يبقى في جسم متوازن. حتى اللي بيمشي على نظام دايت الدكتور دايما بيديله مثلا الاسبوع ده هنعمل دايت هنمشي عليه، الاسبوع الجاي هيغير نظام الدايت معايا عشان الجسم ما ياخدش على نفسه، ما يتعودش على حاجه. بس عايز اسالك سؤال، هو دلوقتي احنا لما بناكل نفس الاكل في البيت، كل الناس يعني اثنين اخوات في البيت، ممكن حد يتخن وحد لا، حد يجي له اضطراب مثلا في المعده وحد لا، هل ده هل يعني ممكن يمشي على نفس الدايت هيجيب نفس النتيجه؟ لا لا لا، لانه هي قصه كيمياء حيويه وكيمياء الدماغ وتاثيرهم مع بعض، ما ينفعش فصلهم. طيب نيجي للعادات، هل بتاثير العادات الغذائيه على الصحه النفسيه ولا العكس؟ قبل كده قعدت مع ناس كبيره في السن، وكان الكلمه اللي اكتر حاجه ترددت معاهم انه لو هيرجع بيهم الزمن ايه اللي هيغيروه؟ هيغيروا نظرتهم للحياه، لانه الصحه نفسها يعني كانوا ماشيين صح بنظام عادي المتعارف عليه، اللي هم عادي الاكل الموجود الطبيعي اللي موجود زمان غير دلوقتي. ولكن كتر الضغط والنفسيه هي اللي اثرت. فهي القصه بالفعل العادات في الاكل بتاثر، خصوصا احنا مع وجود المنافسه بين الشركات وظهور شركات جديده ويجذبوا كل حد بيحاول يجذب الناس على قد ما يقدر انه المنتج ده هو اللي ما فيش زيه، حتى في المسميات مثلا، بحيث ان هم عايزين لو عايز تحافظ على وزنك الحاجه دي لايت، لو فات، الحاجات دي كلها الجذابه صح اثرت على عاداتنا بالفعل، وعلى نوعية المنتجات اللي بنستقبلها في بيوتنا اختلفت عن زمان. أكيد. ففي اختلاف في العادات وفي الأجيال كمان. طيب بمناسبة العادات والاختلافات اللي بتحصل وزمن الكورونا والناس اللي ماشية على دايت، معانا فيديو عجبني جدا لحضرتك قلت أفيد بيه مشاهدينا. أستأذنكم يعني الفيديو معانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتوا عارفين انه 90% من الناس اللي بتلتزم بنظام دايت تقليدي بيرجع وزنها واسوأ بعد ما تخلص المدة بتاعته؟ يا ترى ليه؟ يا ترى ليه بعد كل التطور اللي احنا فيه ده، والسوشيال ميديا مخليه الكل عارف اخبار الكل، عارفين اخبار النجوم والانظمه بتاعتهم المشهوره، وكثره اخصائيين التغذيه اللي بيقدموا توعيه عن طريق السوشيال ميديا، وده كله والسمنه في تزايد، والناس حتى اللي خسرت وزنها مش قادره تحافظ على اللي خسرته، يا ترى ليه؟ لانه القصه بكل بساطه، انت زي ما انت شخصيتك مختلفة عن غيرك، برضو اللي يناسبك انت بيختلف عن غيرك. فانت ليه عايزة نظام ناسب فلانة يناسبك انت؟ لازم يكون نظام مخصص ليك، بمعنى لازم نظام يكون يغير من عاداتك، من اسلوب حياتك، خليه اسلوب حياة صحي. ده المهم، اساس السمنة اللي عندك مش اللي عند غيرك، هرموني او نفسي او كده، يعني الموضوع يكون جاي كده، يعني ما كانش بسبب نفسي او هرموني، لا هو احنا فاضيين ويلا بقى ناكل وكده، يعني تسلية. لازم نعرف انه اللي بجد عايز يخس ويخلص من الموضوع للابد لازم يحسن من عاداته ويغيرها تماما. رب العالمين بيقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني الموضوع بيرجع لنا إحنا، مش نظام مكتوب ونمشي عليه. رجعنا لكم بعد الفيديو اللي إحنا شفناه معانا للدكتور. دكتورة، بمناسبة الفيديو ومناسبة الدايت، ما هو دور التغذية بالاضطرابات النفسية؟ دور التغذية بالاضطرابات النفسية، دور التغذية بالاضطرابات النفسية، أنا شايفة إنه
التأثير مش كبير جدا مع اختلاف الأجيال. كان زمان الوضع مش التغذية هي اللي أثرت على مشاكل كبار السن، ولكن حاليا احنا كشباب مع زي ما قلت تنوع المنتجات واهتمامنا بالأكل اللي من بره أكتر من أكل البيت، التغذية بتأثر بتأثر، وده بيخلي الشباب فرحانين جدا بقصة انه في تنوع وحاجات حلوة ونكهات حلوة وحبنا في الحاجات السريعة والنكهات الغريبة والتطور ده الرهيب. بصرف النظر عن البكتيريا اللي داخل المأكولات، لا لا احنا هنا ما بنحسبش بكتيريا، احنا هنا بنحب الحاجة بيجذبنا. يعني دايما زي ما بتقول والدتي في البيت، ايه فرق الاكل اللي بتاكلوه بره اللي تمنه بقدر ده، واحنا بنعمل حاجات لطيفه في البيت وصحيه وعارفين مضمونها، الطعم، النكهه، مثلا ان احنا مش بنبذل مجهود ان احنا بنتعب فيها. هنحطها فلكن في ده بيأثر. عارفه بيأثر ازاي الاكل اللي من بره او غالبا اللي بنجيبه حتى وبنكمل طهيه في البيت، يعني في محسنات وتلاقي مكتوب مركبات وكلام بالانجلش كتير ومصطلحات ورموز الناس العاديه ما تعرفهاش، اللي يعرفها المختصين اللي هم درسوها بقى في المعامل والحاجات دي. المواد دي المفروض مش حاجه لطيفه تدخل في الجسم، لانه غالبا مش بتتحلل وبتبقى لين ما الواحد بيتقدم في العمر، بعدين بتظهر بقى بتظهر. وحاليا ممكن مش لسه نتقدم في العمر، تلاقي ان ممكن سنه صغير وبيعاني من اضطرابات في المعده، عنده مشاكل قولون، بيبقى عنده سرعه الحرق عنده مش مظبوطه مع هرمونات جسمه، فبتاثر معاه اكتر وبتبان بسرعه وده اللي بيسرع انه الصحه بتتدهور. طب بمناسبه بقى التخسيس والكلام ده، لان بما اني وجودي معاكم في الجروب الجميل اللي بشوف فيه النتائج جميله جدا، بعد اذنك يا استاذي عايزه الصور الخاصه بالنتائج. اتفضلي كملي لحد ما الصور تبقى معانا. احنا كنا بنتكلم في عن التغذيه، فده اللي فرق. تلاقي انه الجيل يعني الجيل مثلا من الالفينات او من التسعينات ده بيعاني حقيقي من ان الصحه بتتدهور بسرعه برغم من صغر سنه، اما الكبار لا. طبعا احنا النتائج معانا على الشاشه هي مع حضرتك. كلميني عن الناس اللي هي مبسوطه. طبعا ان الواحد لما بيخس كيلو 2 كيلو 3 كيلو بيبقى مبسوط، ما بالك انت؟ انا بالنتائج اللي انا شفتها مع حضرتك بسم الله ما شاء الله. كلميني عن النتائج دي يا دكتور. ايه اصعب دي؟ خلينا اقول لك ايه اصعب مثلا حاله كانت معاكي. الحرقه عندها بسيط مع الاضطرابات النفسيه، يعني اتصرفتي ازاي مع الحاله دي؟ لا، هي الاضطرابات النفسيه هي المشكله عندنا حقيقي. هي اللي بتاثر حاليا، هي اللي مسيطره علينا اصلا مش التغذيه. ومخليه تقبل جسمنا للاكل هو ما بيبقاش طبيعي، حتى مهما كان جوده الاكل وان هو عفوا وان هو معمول بالشكل الافضل له، احنا مش عارفين نستفاد لانه النفسيه اثرت، عملت اضطرابات، زادت في هرمون الكورتيزول، فالجسم بقي مركز قوي في قصه ان احنا يخلينا اهدى ويقلل التوتر والقلق، فبالتالي عمليه الهضم والعمليات الحيويه اللي في الجسم مش بتتم بالشكل الامثل، فبيعمل خلل في التوازن رهيب. في واحده معايا عمرها 15 سنه، بدات معايا قولي ممكن من 6 شهور. انا كان هدفي ان انا ادربها على عادات بتساعدها، لانه هي طبيعي ان هي مش بتعاني من امراض، طبيعي بعد 15 سنه دي تعرف ايه اصلا، انه هي طبيعي ان هي ما تعانيش من حاجه. ولكن وزنها زايد، وزنها كان 100 ممكن 130 120 15 سنه. طولها انا ما صدقتش، انا ما صدقتش غير لما وريتني صوره وهي لابسه لبس فانا استغربت، قلت لها انت بجد عمرك كذا؟ قالت لي اقول لها طب انت سرت على نفسك ليه؟ طيب مفيش حد حواليك نصحك؟ مفيش حد؟ لا، هم كلهم نفس الموال ده، قصه الاكل والتجمعات واللمه والحاجات اللطيفه دي هي اللي بتحببهم في الاكل اكتر، ومش بتخليهم يفكروا اصلا في السمنه. فانا لما دربتها على عادات
بحيث انه امتى تاكل وازاي تنظم وقت تحدده للوجبات، والوقت الباقي تشغل نفسها، خصوصا ان هي عندها دراسة، فهي تشغل نفسها ازاي وتنظم في وقتها من غير ملل. وفي نفس الوقت انا ما حرمتهاش من حاجة، انا قلت لك انا ما بقولش ان في نظام ينفع يتعمم، يبقى انا ما خلينا حرمتهاش من حاجة، هي بس قصة تنظيم، تنظيم لكل حاجة، تمام. ومع طولة البال ده فرق معاها. خلينا مع النقطة دي عشان برضو نوضح. بعد إذنك يا أستاذ محمد، عايزة صور نتائج أو صور آراء بعض الناس في الورشة. كلميني عن الورشة اللي حضرتك بتعمليها، نظامها إيه؟ هل بتشتغلي على العامل النفسي مع السمنة والتخسيس والكلام ده كله؟ كلميني عنها، لأن بصراحة أنا بما إني متواجدة معاكم بالفعل في الجروب بشوف الورشة دي، أنا ببقى نفسي أجي معاكم، بس المشكلة في المكان شوية بالنسبة لي. فكلميني عن الورشة دي يا دكتور. أولا الورشة بكل بساطة لو هاجي هعرفها في كام كلمة بسيطة، اللي هي طبعا زي ما آراء قلت الناس بتهتم معانا على الشاشة، يعني آراء بسم الله ما شاء الله، يعني تحس إنها رحلة أنت بتشتغلي فيها على العامل النفسي أكتر يا دكتور. حتى في ناس استغربت إن هما داخلين، قلت لك إنه الجانب النفسي هنا مهمل دايما، عيب شايفين انه عيب ان احنا نتكلم في الحاجه دي، او لا ان احنا لازم نبقى اقوياء، وان احنا قد كل المواقف، وان احنا لازم مهما كان كميه الالم اللي جوانا، او لا احنا لا لازم نبقى صامدين. برغم لا، هو الطبيعي ان احنا ربنا خلقنا بمشاعر، يبقى ليه نتكسف منها اصلا؟ ليه لما اتضايق من حاجه ما عبرش، ما مثلا كنت حاسه ان انا عايزه اعيط مثلا اعيط، مثلا عايزه عجبتني الحاجه واضحك، لا بيقولوا لا خليكي، لا اهدي ما ينفعش، مثلا حاجه اتضايقتي منها لا ما ينفعش اسكتي، لا لازم تكوني اقوى من كده، لازم تبقي قويه في الصدمات. يا جماعه الكلام ده ماشي انتوا بتقولوه، وهو ده اللي فرق مع الكبار، ان هم صح كانت الصحه عندهم حلوه بالنسبه للتغذيه، ولكن ايه اللي اثر التدهور معاهم؟ ان هم دايما كانوا بيحبوا يبانوا ان هم صامدين، ان هم ايه، احنا يا جبل ما يهزك ريح، احنا قد كل حاجه، احنا جامدين، ولكن هتلاقي اللي عنده سكر واللي عنده ضغط واللي عنده بيشيل حموله اقوى منه. ليه؟ لانه ما فكروش ان هم يعبروا عن مشاعرهم، شايفين ان هم من ده عيب، ده عيب ان الشخص يعبر عن مشاعره، او ان هو يشكي، او انه مثلا انه يحصل له انهيار او صدمه من حاجه، ان هو يقول تنزل دموعه لا شايف عيب، لا هو ايه اللي بتقولوه ده، هو لا انت قويه، لما كمان حد يجي يطبطب عليها لا انت قويه، بدل ما يقولوا لها لا خدي راحتك، لا هو الطبيعي ان انت تعبري عن مشاعرك، لما كانش المشاعر مهمه كانش ربنا اوجدها فينا. المشكله هيحصل لها كبت، او هيحصل كبت في النقطه دي، ممكن لا قدر الله يؤدي الى نتيجه تانيه خالص، تدهور الصحه، وممكن بالفعل يعمل معاها حاجات بالفعل كتير. احنا في هقول بشكل مبسط سريع، يعني هي في انواع لهرمونات السعاده دي الناس مهمله فيها، ان احنا في هرمون اسمه الاوكسيتوسين، ده ان احنا بنحس بالانتماء، بان حد بيحبنا، ده الناس مش، لا يعني الناس مش بتحب تعبر عن مشاعرها لحد، حتى لاولادها لا شايفين ان الموضوع لا لا هو بيحبه بس بيستخدم معاه التحفيز السلبي، لا يعني ما بنعرفش نوصله للي قدامنا بطريقه صحيحه. بالفعل في مثلا هرمون الاندروفين، اللي هو مثلا عايزين احنا نقضي على الالم، ان احنا لا نبان ان احنا اقوياء، طب ايه اللي نعمله؟ هو الطبيعي المفروض نعبر بفعل حركي، عارفه في الافلام الامريكيه لما تلاقي حد اتعصب وبدا يكسر حاجه وبدا يعمل حاجه، او تلاقيه بدا يلعب رياضه او يعمل اي حاجه، ده بيفرق، ده بيفرق، ده بيفرق، لأنه أي نشاط حركي بيقلل القلق، فبالتالي الرياضة مهمة، التأمل، تمارين التنفس دي مهمة جدا. كمان الناس، يعني أنا دايما بأكد دايما في ورشتي إنه الناس فاكرة إنه الأكل، الناس منقسمة قسمين، الناس شايفة إنه الأكل حاجة مسببة للسعادة، وفي ناس شايفاه مسببة للألم. ليه؟ في ناس مثلا مرت بتخنه مثلا بسبب ظروف ما مرت بيها، فيعني بدل ما كان بيحصل لها انهيار عصبي مثلا،
لا كانت بتتوجه للاكل، فايه اللي بيحصل؟ انه تاكل من غير وعي، ولما تهدى من الازمه تلقائيا هي اكلها يخف، لانه سمنتها اصلا ما كانتش عاده، انما هي كانت مؤقته. فمع رجعت التوازن الطبيعي رجعت خست، والناس تستغرب طب ايه النظام اللي استخدمته؟ طب بسيط يا جماعه، بعد عنها العامل النفسي اللي كان مسبب ليها، التزمت بعادات صحيه وفهمت نفسها. بس في ناس بجبط الاكل بالالم بسبب انه مثلا بسبب الازمه اللي عندها كانت بتاكل، فلما بطلت الازمه هي خفت اكل، فشايفه انه الاكل مرتبط بالالم فبقت تكره الاكل، فبقت تهمل في صحتها. فده ايه اللي سبب، ايه اللي زاد في الموضوع، ايه اللي عمل ازمه معاها؟ انه صحي حتى وجسمها حلو، محدش يعرف اللي جواها ان هي بتعاني من اضطرابات في المعده، ان هي تاخد ادويه عشان القلق والتوتر، عشان الكيمياء الحيويه في الجسم تبقى تمام. مثلا في اللي بيعاني من السمنه وخسر بسبب مثلا نظام قاسي، دي كلها حالات كانت عندي، فهم مش جايين، مش كلهم لحظه، مش كلهم جايين عايزين يخسوا، هم عايزين يلاقوا حل. يقول انا مثلا تقولي انا خايفه اكل، انا خايفه اكل، خايفه ان انا اقعد واكل ويحصل لي اللي حصل. عارفه ايه اللي حصل؟ كذا كذا. فهي زي ما قلت لك هي رافضه الحاجه دي. هي دي النقطه اللي معظم المشاهدين يفتكروا مثلا ايه، ان دي مثلا نحيفه، يقول لك إيه البنت دي اكلتها قليله. لا، هي ممكن تكون مظبطه ومنظمه نفسها على صحتها، ويمكن بتاكل اكل اكتر منهم، بس اللي فيه الفوائد اللي يحتاجها الجسم من الاكل والفيتامينات والنفسيه. عارفه في ناس بتعرف تفصل. يعني زمان انا صغيره كنت بقول لاختي الكبيره هو ازاي الواحد بيعرف يفصل مهما كان المشاكل اللي حاصله ان هو يركز في مذاكرته؟ قالت لي بالتدريب. قلت لها يعني بالتدريب؟ قالت لي كل حاجه بالتدريب، كل حاجه بالتدريب، حتى لما بنيجي ندعي رب العالمين بنتدرب ازاي يكون عندنا يقين بيه، كل حاجه بالتدريب. صح. كانت من ضمن الحالات اللي موجوده في واحده خست وبنظام كان فيه يعتبر منع عن الاكل، يعني هي كانت عايزه تخسه بس. ليه؟ لانه كان في تنمر على شكلها. فهي بتقول لي انا اما بستخدم مسهلات ملينات يعني او بترجع الاكل. طب ليه؟ بتقول لي انا عندي شراهه، انا بحب الاكل بشكل رهيب، كل تفكيري عن الاكل بيقوم، كل الضغوط اللي انا هي خدت معدتها على كده، هي نظمتها على كده بالفعل. وليه؟ لانه اصلا الحرمان، او ان هي مشت دكتورة نفسها مثلا، او استسهلت وقالت انا هعمل بالنظام ده. هي قصه مش قصه حرمان، قصه ان احنا نمشي بتوازن. لو كانت قصه انه الاكل نفسه هو المسبب للسمنه كان كل الناس تبقى تخينه. صح. بس لا، هو كل انسان له ظروفه اللي تسبب له السمنه، انه مثلا مشاكل مناعيه، مثلا مشاكل وراثيه، في زي ما بقول لك اللي هي الاضطرابات النفسيه اللي بتحصل. فهي دي اللي كانت بتعاني من الشراهة، كانت مشكلتها ان هي محتاجة تتدرب على انه الاكل مش مؤذي، مش انت ممكن تاكلي بس في نفس الوقت ما يسببلكيش الالم، ان انت عايزة ترجعي ومش حاملة ان هو يبقى عشان هيغير شكلك، عشان ما يرجعش حد يتكلم عنك. شايفة الموضوع بقي مرتبط معها بالالم، فهي قصة برضو كانت تتدرب انه لا، الموضوع ابسط من كده. الموضوع يا جماعة مش قصة سمنة، أنا مش بتكلم يعني دايما، ساعات كتير بتجي لي رسائل على الخاص، أنا السلام عليكم ورحمة الله، أنا فلانة الفلانية وزني كذا وطولي كذا، أنا عايزة أتخن، أنا عايزة أخس، أنا عايزة أخس في المنطقة الفلانية. بحسسهم هما مش بيتعاملوا مع جسدهم، بيتعاملوا مع قطع غيار. أيوة صح. طب يا جماعه، طيب هو لو في اللي بتستسهل احترام الذات فين؟ تقدير الذات فين؟ اديني نظام دايت امشي عليه وخلاص. لا، ما ينفعش الكلام ده يا جماعه، انتوا فاكرين الموضوع مش كده. يعني لما باجي اقول لحد بقول لهم الوشه مش بتناسب اي حد، لازم يكون مستوعب الفكره. تمام، انا ممكن اديكي نظام بس انت هتملي منه، مش هتقدري تكملي. وفي بالفعل اللي قالت كده، راحت قالت لي انا تعبت من النظام ده، ولأن ما خدتش الورشه كامله، ما خدتش الورشه بتوابعها ان هو نفسي تغذوي. لا، خدت جزء واحد، التغذيه بس. ليه؟ يعني هي مقتنعه انه النفسيه دي عيب ان احنا نتكلم فيها.
طيب خلينا بقى عند النقطة دي عشان نختم بحلقتنا بنصائح بقى للناس اللي هي معتقدة ان التخسيس اكل او عدم اكل، انظمة دايت تمشي عليها طول عمرها، انظمة نفسية اكتر. خلينا ندي نصائح بقى لمشاهدينا، والحتة الاخيرة يا ريت ايه تأكدي على البنات كمان، لان البنات ممكن انا عندي بنوته كبيره، مش كبيره قوي بس عندي بنوته، يعني ممكن موضوع الاكل ده ما بنظمهولهاش خالص، مش عارفه اتعامل معاها. هي جسمها الحمد لله بس عندها اهمال في صحتها وفي وزنها والكلام ده كله. كمان هما في السن ده عندهم الهرمونات بتلعب بشكل كبير جدا، لانه في فتره نمو بقى في المشاعر وفي كل حاجه وفي انطلاقهم للمجتمع والتفكير بقى بيبقى مختلف. نقول النصائح عشان نقفل حلقتنا. تمام. انه الاكل مش هو الحل في انه احنا ناخد نظام معين ونقول انه هو الحل لجسم مثالي، انما لازم نوازن بين الاكل والنفسيه، لازم نهتم بمشاعرنا وعاطفتنا، لازم نعيش اللحظة وكل حاجة نحس بيها بتوازن، وفي نفس الوقت ما نهملش الجانب النفسي ونحترم المشاعر، وكمان ندور على السعادة في كل حاجة لأنه ونستمتع بيها، لأنه الكبار دايما بيقولوا لنا كنا بندور على السعادة ما لقيناهاش غير في اللحظات اللي ضيعناها، اللي كان مفروض نحسها ونعمل ستوب ونعيش ونستمتع بكل مسيرتنا ورحلتنا وما عملناش كده. للأسف يا دكتور وقت حلقتي خلص. أنا طبعا مبسوطة أن حضرتك شرفتينا، وإن شاء الله مزيد من اللقاءات من أن احنا نقدم معلومات على قد ما نقدر لمشاهدينا. شرفتينا يا دكتور. شرف ليا طبعا. للأسف أعزائي المشاهدين وقت حلقتي خلص، إن شاء الله بأمر الله ينتظرونا يوم السبت القادم في نفس ميعادنا وضيف جديد وحلقة جديدة، ويا رب نكون قدرنا نفيدكم بحلقتنا النهاردة. إلى اللقاء.